تأتي أسابيع المرح الصيفية في محاولة من الأونروا للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الأعباء النفسية التي يعاني منها الأطفال هنا في غزة. يشارك هذا العام ما يزيد عن 120 ألف طفل في هذه الألعاب في جميع أنحاء قطاع غزة. أيضا توفر أسابيع المرح الصيفية فرص عمل مؤقتة للعديد من الشباب والشابات. في هذا العام سنوفر فرص عمل لما يزيد عن 2750 شاب وشابة يعملون كمنشطين وإداريين في أسابيع المرح. حتى الآن لدينا عجز ما يزيد عن 100 مليون دولار، والذي قد يؤثر على نواحي مختلفة من عمل الأونروا، ولكن الموازنة التي يصرف منها على أسابيع المرح الصيفية هي موازنة مختلفة مخصصة تحديدا لهذا النشاط، ولا تؤثر ولا تؤخذ من الموازنة العامة للأونروا. بشعرني بالأمان، بشعرني بطفولتي الحلوة في فلسطين، بعطيني الطاقة، بنمي موهبتي، مواهبي الكتيرة، بنلعب ألعاب كتير حلوة، وكمان أهم إشي إنه بحاول إنه المنشطات وكله بحاول إنه يفرغ الطاقة اللي حبستها جوايا من أيام الحرب، لأنه كنا خايفين كتير، كنا كتير مرتعبين.